يعني ايه الدوبامين؟ الدوبامين يعني اهتمام، كويس؟ يعني اهتمام حاجه من حاجات صعبه. يعني ايه؟ لو انا برمي ظهر، برمي ظهر واحد، ايه اللي ممكن يطلع لي؟ ستة ستة، صح؟ مش اهتمام تاني، خلاص؟ انا عايز اقول ايه احتمال ان يطلع لي ثلاثة، واحد على ستة، واحد على ستة، تمام؟ طيب فده يدينا الديفينيشن البسيط عن حاجة اسمها السامبل سبيس. السامبل سبيس يعني كل النتائج اللي ممكن تطلع عنده، بمعنى ان انا لو هرمي صح فكل النتائج المحتملة من رمية الصهر دي عددها كام؟ ستة. لو انا بسحب ورقة من كوتشينة، كم ورقة ممكن يعدي؟ ايه اللي ممكن، كم ورقة ممكن يطلعوا لي؟ 52 ورقة. كوتشينة 52 ورقة، كويس؟ لو انا هرمي كوين، ايه الاوتبوت اللي ممكن يطلع لي؟ اثنين. اثنين، هرمي كوين يا ملك يا ملك يا كتاب، صح؟ طيب البروبابيلتي يعني انا هدرس باهتمام حاجة من جزء من السامبل سبيس ده، صح؟ بمعنى لو انا رميت ظهر، ايه احتمال ان يطلع لي رقم زوجي؟ نص. خلاص؟ فبشوف ايه هي احتمالات العدد الزوجي؟ اثنين او اربعه او كام؟ او سته. ايه الاوت كام التوتال اللي هيجي لي؟ سته. ست ارقام، والزوجي كام رقم؟ ثلاثه. ثلاثه، فالاحتمال كام؟ نص. نص، ثلاثه على سته. طيب ايه احتمال ان يجي لي سبعه؟ صفر. هل ممكن يجي لي سبعه؟ لا. يبقى عدد اللي يجي لي سبعه كام؟ صفر. على الاوت كام التوتال اللي هو بيساوي سته، يبقى الاحتمال كام؟ صفر. ده يطلعنا في الاخر عندي حاجه اسمها الراندم اكسبيرمنت. الراندم اكسبيرمنت دي اي حاجه هنعملها عشوائي، لما برمي الظهر ده حاجه عشوائيه، يعني كل الاوت كام بتاعها ده اسمه سامبل سبيس. سامبل سبيس. كل الاوت كامز اللي ممكن تطلع عندي. تمام؟ عايز ادرس بارامتر هنا، اقول عدد زوجي، عدد ايه؟ زوجي، يبقى عدد السبت سبيس ده كان كام واحد؟ ده لو انا هرمي صح يبقى انا عندي هنا واحد، ثلاثة، خمسة، اثنين، أربعة، ستة، صح؟ ده أنا لو هرمي صح من واحد لستة ده السبت سبيس. هدرس يجي لي رقم زوجي يبقى عدد من الحاجات اللي أنا بدرسها ده كام؟ ثلاثة، البروبابيلتي ثلاثة على كام؟ على ستة اللي هي بتساوي ده تعريف بسيط لمين؟ للبروبابيلتي. لو هسحب ورقة من كوتشينة، كوتشينة عددهم كام؟ 52 ورقة. كويس؟ طب إيه احتمال إن يطلع لي ورقة لونها أحمر؟ نص. نص، صح؟ عندي كام ورقة أحمر في الكوتشينة؟ 26. 26 ورقة، من كام؟ 52. إيه احتمال يطلع لي ولد؟ أربعة. 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 عشان نفهم بس الكونسيبت بتاع السامبل سبيس، أدي السامبل سبيس بتاع الكوتشينة، لما أسحب ورقة من الكوتشينة كان نتيجة ممكن تطلع لي 52 نتيجة، صح؟ أنا عايز أدرس احتمال إن يطلع لي ولد. أربعة. كام حاجة من الاحتمالات المفروض أربعة عندي؟ يا تمام؟ يبقى أربعة على كام؟ على 52. نعم. في حاجة عندي اسمها سامبل سبيس ده كل الأطوال، في عندي الإيفنت اللي أنا بدرسه، الإيفنت اللي أنا بدرسه إيه؟ عدد زاوية، لو أنا بتكلم على الظهر عندي عدد زاوية ثلاثة، السامبل سبيس بتاع الرمي الظهر كام؟ زد، الإيفنت اللي هو عدد زاوية يساوي ثلاثة على ستة، هسحب ورقة من كوتشينة، السامبل سبيس كام؟ 52. دور على صورة، صورة عندي كام صورة في الكوتشينة؟ 12. تمام؟ يبقى احتمال ان الايفنت بتاعي اللي انا بدرس الاحتمال بتاعته ما يطلع لي صورة، يبقى احتمالات الصورة كام؟ 12 على 52. وصلت ايه؟ دول في حاجة عندي اسمها جوينت ايفنت. جوينت ايفنت يعني ايه؟ يعني ايفنتين مع بعض. ايه احتمال ان يطلع لي ولد ويكون احمر؟ احتمال ان يطلع عندي ولد وشنا ويكون احمر. انا بدرس كام ايفنت؟ انا عارف ان انا 2 على 52 بس نحسبها ازاي؟
كم ورقة؟ أربعة. اللون الأحمر كان 26 واحدة صح؟ اللون الأحمر كان 26 خلاص؟ 26 واحدة. والسادس كم؟ 52. تعالوا نقسمه. ده أحمر يبقى العدد اللي هنا كام؟ 26. وده ولد العدد هنا كام؟ 4. مش صح قوي. لأن في جزء مشترك ما بين الاثنين. جزء مشترك ما بين الاثنين اللي هو كام؟ 2. ورقتين حمر وورقتين ورد. يبقى دي هنا. دي 2. والجزء ده هنا 2. والجزء اللي فوق هنا كام؟ 24. فأنا لو عندي إيفنت إيه؟ إيفنت بي خلاص؟ ده الانترسكشن بتاع التو إيفنتس. إحنا الأول كان الكلام سهل لأن أنا بحسب إيفنت واحد، بحسب ولد، بنت، اثنين، أربعة، أحمر، زوجي، أخضر، أيا كان حاجة عندنا كويس؟ الجوينت إيفنت ده اللي هو التقاطع بتاع مين؟ بتاع الاثنين. عايز ولد ويكون لونه أحمر. تبقى كام؟ عشان نعرف الفكرة بس عشان نعرف الألفاظ. ولد وأحمر، ولد وإيه؟ أحمر، و يعني آن. آن تجيب فيه إيه؟ التفاضل. طب لو قلت لك احمل لي الاحتمال ولد أو أحمر، ولد أو إيه؟ أو أحمر. أو يعني إيه؟ أول. لما اجي اقول لك حاجه اند حاجه يبقى لازم تدورلي على مين؟ على التقاطع. حاجه اور حاجه يبقى الايه؟ اليونيون بتاعها. خلينا نحسبها برضو بالبلد. عايز ولد او ورقه حمراء. ولد او ايه؟ او حمراء. عندي بكلم كده على كام ايفنت؟ اثنين. ايه الحاجات اللي ممكن تطلع لي الايفنت ده؟ كام ورقه في المره؟ 28. حمراء 26 وفي ولدين اسود صح؟ يبقى لما اقول ولد او احمر يبقى بتكلم على اليونت بتاعه دي دي بتكلم على دي دي كده اسمها ايه؟ الاور. ولد واحمر واند احمر يبقى كام ورقه؟ اثنين. يبقى ادور على التقاطع. الفرق بين الاند بتديني التقاطع، الاور بتديني مين؟ الاور. خلاص؟ فانا لما اجي في الاخر بدرس احتمال ايفنت واحد ده سامبل سبيس وده الايفنت اللي عندي بقسم ده على السامبل سبيس يديني البروبابيلتي بتاعتي صح؟ لو عندي اثنين ايفنتس عندي ايه؟ تو ايفنتس ممكن يكونوا كده خلاص؟ يكونوا كده يعني ايه؟ ميوتوال اكسكلوزيف ما لهمش دعوه ببعض يعني ورقه حمراء او ايه؟ احتمال تطلع لي ورقه حمراء كام؟ 26. احتمال تطلع لي ورقه سوداء كام؟ عدد الورق الاسود كام؟ 26. ممكن اسحب ورقه تطلع حمراء واسوداء؟ لا. يبقى احتمال حمراء واسوداء بيساوي كام؟ صفر لان مفيش حاجه اسمها كده. يبقى دول اسمهم ميوتوال اكسكلوزيف ايه؟ ايفنت ما لهمش دعوه ما بيتطلعوش مع مين؟ مع بعض. طيب لو عندي تو ايفنتس خلاص زي ولد واحمر اللي في النص ده اسمه ايه؟ التقاطع بتاعه اللي هي بعبر عنها بقراها في المساله اللي هي ايه؟ اند يعني عايز دي تحصل ودي تحصل الاثنين في نفس الوقت يبقى ده مش هيحصل في مين؟ غير في التقاطع. الاور عباره عن ايه؟ الاثنين دول مع بعض. وصلت؟ طيب الامبوسيبل ايفنت اللي هو الايفنت اللي هو احتمال اللي هو يطلع صفر زي اللي هو السبعه اللي ايه؟ ان انا برمي ظهر تحت الدرجه الشمس. طيب لو انا جيت اسالك من سبيس في شويه ديفينيشنز من الاول وده ايفنت ايه؟ كل اللي بره ده اسمه ايه برايم؟ ايه برايم اللي هو ايه؟ المكمل للايفنت. المكمل لمين؟ للايفنت. من خصائص البروبابيلتي ينفع البروبابيلتي تكون صفر؟ ينفع. ينفع تكون واحد؟ ينفع. ينفع تكون اكبر من واحد؟ لا. لا مفيش حاجه اسمها probability اكتر من واحد. مفيش حاجه اسمها probability ايه؟ نيجاتيف. لما اقول لك probability probability تتراوح ما بين صفر وكام؟ وواحد.
الاي برايم اللي هو الكومبلمنتري ايفنت اللي هو المكمل لمين؟ للايفنت ده. طيب probability بتاع A plus probability بتاع A prime بتساوي كام؟ واحد. خلاص؟ ليه بتساوي واحد؟ لأن الـA بقيت السامبل سبيس كله على مين؟ الـA prime. طيب probability بتاع الـA and الـA prime بتساوي كام؟ كام؟ صفر. لان الـA prime اللي هي الايه؟ المكمل للايفنت او بقيه السامبل سبيس ما عدا مين؟ ما عدا الايفنت ده. وصلت؟ طيب لو جيت هنا الداتا probability of A مثلا بتساوي نص، probability of B بتساوي ربع، probability of A فقط من B بتساوي 0.1. احسب لي البروبابيلتي بتاع A يونيون B. هات الرقم يا راجل. هتبقى كويس. البروبابيلتي A كلها على بعض كام؟ نص. البروبابيلتي B كلها على بعض كام؟ ربع. هقول A يونيون B هتساوي A زائد B ولا ناقص التقاطع؟ ناقص التقاطع، لأن التقاطع يهفوا مع الـ A يهفوا مع مين؟ مع الـ B. يبقى عبارة أنا هحسب إيه؟ لو أنا كسبت دي زائد دي يبقى أنا قررت الحتة اللي في النص دي كم مرة؟ مرتين. يبقى البروبابيلتي بتاعت A يونيون B تساوي البروبابيلتي بتاعت A زائد البروبابيلتي بتاعت B ناقص البروبابيلتي بتاعت A تقاطع مين؟ طيب لو جيت قلت لك تو ايفنتس ميوتوالي اكسكلوسيف مالهمش دعوه ببعض، مالهمش دعوه ببعض، يبقى التقاطع بكام؟ بصفر. اللي هي الكيس دي عندي ده ايه؟ وده ايه؟ ايه البروبابيلتي بتاعت الايه؟ يونيون بي في الحاله دي ايه زائد بي؟ هو التقاطع بتاعهم بكام؟ بصفر. تمام؟ ده الشكل، بص على البتاع دي، ده الايه يونيون بي خلاص؟ تاني واحدة التقاطع بتاعهم mutually exclusive مالهمش دعوة ببعض أو لا يمكن يحصلوا مع بعض اللي هي الاحتمال بتاعهم يساوي كام؟ صفر. عايزين نحسب probability number of event outcomes على الكلام اللي احنا سايبينه ده بس هقولكم سلايد. probability of E number of event outcomes الايفنت اللي هو حاجة بتحصل من الاكسبيرمنت صح؟ لما بعمل حاجه في حاجه عندي اسمها سامبل سبيس وحاجه ايفنت، الايفنت دي جزء منين؟ من السامبل سبيس. السامبل سبيس هو كل الاوت زي ما قلنا لو برمي كوين اثنين الاوت كومز بتاعتها كوتشينا بسحب ورقه 52 برمي ظهر كل الاوت كومز عندي كام؟ 6. يبقى ده السامبل سبيس او العدد كله. الايفنت جزء منين؟ جزء من السامبل سبيس. طيب البروبابيلتي بتساوي الايفنت ده على عدد مين؟ السامبل سبيس. If an event can occur each different times هي في الاكزامبل. What is the probability what is the probability of drawing a king from a set of 52 playing cards؟ ايه احتمال ان انا اسحب شاي من كوتشينه؟ كوتشينه كام ورقه عندنا؟ 52. بس ال 52 دي سامبل سبيس ولا الايفنت؟ سامبل سبيس 52. ايه الايفنت اللي انا بدور عليه؟ عددهم كام؟ أربعة. يبقى البروبابيلتي كام؟ أربعة على 52. سامبل سبيس أنت يعني ده عشان نحرمها زي احتمال اللي يطلع من الطلبه اللي هنا 20 واحد جايبين زي فانا لو مسكت من كل الطلبه قلت لك سامبل سبيس الديفينيشن بتاعك. التو ايفنتس
اللي مالهمش دعوة ببعض، التو ايفنتس اللي مالهمش دعوة ببعض اسمهم ايه؟ دول تو ايفنتس مالهمش دعوة ببعض. نفس الكلام هنا، دول تو ايفنتس مالهمش ايه؟ دعوة ببعض. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ يعني التو ايفنتس دول لو جمعتهم على بعض بيديني كل الايه؟ كل سامبل سبيس. خلاص؟ دول الديفينيشن بتاعهم كولكتيفلي اكزوستد. خلاص؟ لما يكون عندي شويه ايفنتس مجموعه بيغطي السامبل سبيس كله بقول ان دول ايه؟ كولكتيفلي اكزوستد. زي ما اقول لك ايه مثلا؟ استهلاك المياه. برميديوم وهاي. خلاص؟ الايفنتس دي ممكن تتطابق استهلاك الميه منخفض او متوسط او مرتفع. هل دول بيغطوا لي كل استهلاك الميه؟ لو انا عندي سامبل سبيس اسمه استهلاك الميه، استهلاك الميه، هل استهلاك الميه ممكن يحصل فيه كام حاجه؟ ثلاثه، واحد، اثنين، ثلاثه، لو وميديوم وهاي. كويس؟ لو اديتك البروبابيلتي من غير ما اقول لك بقى ان دول ميوتوالي اكسكلوسيف وكولكتيفلي اكسكلوسيف، لازم تبقى عارف لما تقرا المساله ان اللو والميديوم واللايت دول بيغطوا السامبل سبيس كله، وان مجموع البروبابيلتيز بتاعتهم بيساوي كام؟ واحد. يعني لما اقول لك البروبابيلتي بتاعت اللو 0.1 ودي 0.7 يبقى اللايت كام؟ 0.2. هتحتاج تعرفها بعدين، يبقى اللايت بيساوي كام؟ 0.2. ماشي؟ يبقى كل الكلام اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي عندي حاجتين، في حاجه اسمها سامبل سبيس، في حاجه اسمها مين؟ ايفنت. ممكن يبقى في ايفنت واثنين وثلاثه واربعه، مفيش مشاكل. البروبابيلتي بتساوي الايفنت على مين؟ على سامبل سبيس. لو عندي تو ايفنتس ليهم ثلاثه كيسز، خلاص؟ يا ميوتوالي اكسكلوسيف، ولما اكتبها لك كده ميوتوالي اكسكلوسيف يبقى عارف ايه؟ ان البروبابيلتي بتاعت ايه؟ دي بتساوي كام؟ صفر. زودت لك عليه اكس هوست كولكتيفلي اكس هوست يبقى عارف ان البروبابيلتي اوف اي زائد دي بروبابيلتي اوف دي بتساوي كام؟ واحد. تمام؟ انا بقول لك اكس هوست يبقى مجموعه واحد ميوتوال اكسكلوسيف مالهمش ايه؟ دعوه. جوينتلي ايفنتس يعني تو ايفنتس ممكن يحصلوا مع بعض. يحصلوا مع بعض. probability of A with A. probability of A union B. union B. امتى اعرف ان هي union ولا intersection؟ union دي end ولا or؟ or. خلاص؟ probability of A union B بيساوي كام؟ ده كل اللي احنا قلناه من الاول. حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الكونديشنال بروبابيلتي. يعني ايه كونديشنال بسحب ورقه من الكوشينه. خلاص؟ ايه احتمال ان هو يطلع؟ ايه؟ ان ريد كار. ايه البروبابيلتي بتاعت بينك اند ريد كار؟ اثنين. لا مش اثنين. ايه السامبل سبيس؟ احنا عندي بتاع على طول ايه السامبل سبيس اللي هو كام؟ كينج اند ريد كار يعني هيتاكد هو ده اللي بيرد ده صح؟ كويس يبقى 2 على كام؟
طلعنا بقى الديفينيشن تاني. ايه البروبابيلتي؟ ان هو يجمع ايه؟ جيفن ان هو ليه فاضي. ايه؟ يعني جيت انا قلت لك اتحقق عندي ان انا الكارت اللي طلع كان لونه احمر، الكارت اللي انا سحبته كان لونه ايه؟ احمر. ايه احتمال ان هو يديك انت؟ لو جيفن عندك ان الكارت لونه احمر يبقى انت عملت ايه؟ اتصار السامبل سبيس بدل ما هو الكلام ده كله الى ايه؟ الى دي تفهمها كويس قوي عشان دي بنلعب فيها شويه الالفاظ في المسائل، مشكله الاكس انك تفهم المسائل. خلاص؟ تاني لو قلت لك ايه البروبابيلتي ان هو يطلع ريد كينج؟ ريد ايه؟ كينج. جيفن ذات ان الكارد كان لونه احمر. جيفن ذات اللي هي العلامه دي. كارد لونه احمر يبقى انا اختصرت السامبل ستيت بتاعي بدل ما هو كان 52 الى ايه؟ 26. خلاص يبقى انا عرفت ان اللي طلع عندي كان 26 ده السامبل سبيس. يبقى البروبابيلتي في الحاله دي تساوي ايه؟ 2 على كام؟ 26. خلاص؟ طيب دي الديفينيشن بتاع ايه؟ البروبابيلتي 26 ايه؟ جيفن بي. البروبابيلتي ايه؟ جيفن بي يعني احتمال ان ايه؟ تحصل جيفن ذات ان البي حصل، جيفن ذات ان البي ايه؟ حصل، بتساوي ايه؟ probability ايه؟ اقاطع البي على probability بتاعت مين؟ وصلت؟ معناها ايه ان هي جيفن حاجه، جيفن حاجه معناها انها اختصار الاوتكم بتاع سامبل سبيس كله الحاجه اللي ايه؟ اللي جيفن عنها. خلاص؟ يبقى probability بتاعت ايه؟ جيفن بي يساوي البروبابيلتي بتاعت ايه تقاطع البي على البروبابيلتي بتاعت مين؟ وصلت ولا لسه؟ تاني لما قلنا البروبابيلتي وفي ايه تقاطع البي بس خلاص؟ يبقى انت عارف ان في حاجه حصلت؟ لا مفيش حاجه معينه حصلت. فبشتغل على السامبل سبيس كله، بشتغل على مين؟ على السامبل سبيس كله. يبقى هساوي الاثنين على مين؟ على 52. جيت قلت لك ايه البروبابيلتي؟ ايه تقاطع البي؟ ان هي تطلع ايه؟ جيفن ان البي دي حصل، جيفن ايه؟ ان البي دي حصل، يبقى بتساوي ايه؟ probability بتاعت تقاطع على مين؟ على مين؟ وصل؟ يبقى probability of A given B تساوي probability of A تقاطع B على probability of مين؟ of B. نعم. ده ليه بس بعد كده؟ ما هي على probability، هتكون على probability، ما هي هي probability يا العدد بتاعي والعدد بتاعي شباب اللي هم بناخد فيه سامبلز كل ما يسمعوا هي 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 لو انت بتتكلم دي بروبابيلتي دي تقاطع ودي بروبابيلتي دي على اساس دي على سامبلز كل ولا دي على سامبلز كل عدد الفرق هنا على عدد الحاجات اللي هو كل واحد يعمل بس هي هي لو سامبلز كل واحد يعمل بس لو كان يطلع احمر جيفن ان هي الورقه طلعت شاي الشاي طلع شاي يبقى هما بيسبب سطر كام؟ أربعة. إيه احتمال إن هي تطلع أحمر؟ اثنين. يبقى الاحتمال هنا كام في المية؟ الفرق رهيب ما بينها وما بين التانية. بروبابيلتي أوكي جيفن بي تطلع شاي جيفن إن هي طلعت كارت أحمر. يبقى يساوي كام؟ 2 على 26 وصلت؟ في فرق كبير ما بين ايه جيفن بي او بي جيفن مين؟ جيفن ايه؟ من الاخر البروبابيلتي في حاجه جيفن الحاجه الثانيه بتساوي البروبابيلتي على التقاطع على البروبابيلتي ايه؟ الحاجه اللي جيفن عنها. طيب نمسك بقى ايه اكزامبل مشكله الاحصاء عندكم انك تفهم المساله بتقول ايه؟ التريت الووتر تريتمنت بلان ميد في ايه؟ فور تو ريزونز. يقول لك ان محطه ميه ممكن تبوظ لسببين، يعني مثلا ان اديكوسي اوف ماتيريال، الماتيريال اللي انا بستخدمها في التريتمنت بتاع الميه تكون بايظه، او ميكانيكال فيلير او ميكانيكال ايه؟ فيلير. يبقى ايه اللي بيعمل فيلير عندي في المحطه؟
عليه. اه ليه؟ يعني انا راسي مسرعني. يبقى حاجتين ممكن يعملوا لي فيهم. ايفنت ايه؟ انا عارف ان ده ايفنت نحاول نطلع من المساله بتاعتنا الحلوه دي. في ايفنت ايه؟ ايفنت ايه اللي هو الايه؟ الماتيريال بايز. خلاص؟ ايفنت بي اللي هي ايه؟ ميكانيكال فيجن. اذا كانت البروبابيلتي اوف ايه بتساوي 2 البروبابيلتي اوف بي. يعني احتماليه ان الماتيريال تكون بايظه مثلا رقم ضعف احتماليه ان يحصل عنده ميكانيكال فيجن. بس في الاخر يحصل عنده فيلير سواء دي او دي صح؟ طيب نيجي نرسمها دي محطه صح؟ ممكن يحصل عندي فيلير نتيجه الماتيريال فيلير نتيجه ايه؟ الماتيريال وممكن يجي لي فيلير نتيجه الميكانيك نتيجه الايه؟ الميكانيك صح؟ ده ماتيريال او اللي هو ايه وده ميكانيك صح؟ يبقى ده احتمال الايه؟ ده فيلير وده فيلير صح تمام؟ خلاص؟ probability of A given B بتساوي 0.8 يعني ايه؟ يعني لو ده ايفنت ايه؟ And the probability of failure of the treatment plan بتساوي 0.001. تفهم انت تقدر تسأله وتفهم. دي محطة يا شغالة يا مش شغالة صح؟ في احتمال تاني؟ محطة يا شغالة يا مش شغالة. مش شغالة نتيجة حاجتين. نتيجة ان الماتيريال بايظة أو نتيجة ان المكن باظ. أو نتيجة ضغط عين باظ. احتمال ان الماتيريال تكون هي السبب ضعف احتمال المكن يكون هو ايه؟ وبيديني معلومه ان البروبابيلتي ان الماتيريال تكون بايظه لو المكن كان بايظ كام في المية؟ 80%. كويس؟ واحتمالات الفيلير كام؟ 0.001. نطلع من ده بعيد. الفيلير يعني التوتال فيلير صح؟ سواء كان نتيجة الماتيريال أو ركز بقى خلي بالك أو إيه؟ أو ميكانيكا أو هو قال إن الفيلير نتيجة الميكانيكا أور الماتيريال بيساوي كام؟ 0.01 ده البروبابيلتي بتاعت الفيلير يبقى البروبابيلتي بتاعت الإيه؟ يونيون بي بتساوي كام؟ أوفر ده كتير تحل المسألة. تاني بيقول لك إن الميكانيك إن المحطة ممكن يحصل لها فيلير نتيجة حاجة من اثنين، هل في حاجة ثالثة؟ لا، حاجة من اثنين دول يا الماتيريال بايظة يا الميكانيكال إكويبمنت عندي بايظة. خلاص؟ البروبابيلتي بتاعت الفيلير عموما ما قلناش نتيجة ايه؟ بتساوي كام؟ 0.001. لما اقول لك probability عموما بتاع الفيلير يبقى نتيجه ده او ايه؟ او ده طالما قلت اور يبقى ايه؟ اليونت بتاع الاثنين. طيب احنا عارفين ان الاور بتساوي ايه؟ بتساوي probability of A زائد probability of B ناقص probability of A and B صح كده؟ ده probability بتاع الفيلير ايه زائد ايه ناقص التطلع بتاعتي. طيب ما عنديش معلومات ايه هو عايز ايه البروبابيلتي ان الفيلير يكون نتيجه ان الماتيريال بايظ هو عايز يطلع البروبابيلتي ايه بتساوي كام
ادورك الجبر اللي عندك. ممكن نشيل ال نخش على الاكزامبل اللي بعده.
each of two pumps في واحد and two اثنين may not operate. خلاص عندي ترومبتين A و B أو Q1 و Q2 خلاص عندي خط ترومبات فيها ترومبتين مين ده الفيل ولا الاوبريشن يعني بص دول تو بامبس المساله ممكن اديها لك بطريقتين المساله ممكن اديها لك بطريقتين في محطه فيها ترومبتين دول احتمالات ان هم شغالين ولا اللي بره احتمالات ان هم ايه بايظين قلت لك دول ان هم اللي بايظين يبقى اللي بره هو مين تفرق ما تفرقش ما تفرقش بس لازم انا عارف اللي انا رسمه ده مين حاول ترسم المسألة هتلاقي الحل بتاعك طلع على طول يبقى أنا عندي مبدئيا كده تو أوبشنز هي بالذات في البر والهوم أو الأوبريت والفين خلاص لو أنا رسمت دول شغالين يبقى اللي بره هو مين؟ الكومبلمنتري بتاعه أو المكمل بتاعه خلاص إن هما إيه؟ بايظين هو راجل هنا بيقول لك هو بيدي فين فين هو راسم هنا دي اللي شغالين هو راسم هنا مين؟ شغالين يبقى اللي بره ده مين؟ اللي بايظين صح؟ يبقى هنا بقول لك هنا في بروبابيلتي بتاع فيلي وفيل هنا اللي بيحصل بره ايه؟ فيل اند فيل يعني ايه؟ بروبابيلتي ان ايه حصل لها فيل والبي حصل لها فيل فده اللي ايه؟ اللي بره الحته اللي في النص مين اللي شغالين؟ الاثنين يبقى هنا دي اوبريت ودي اوبريت خلاص طب دي اوبريتنج والثانية ايه؟ دي فين ودي اوبريتنج احنا بنكتب ايه وبعدين مين؟ وبعدين البي صح؟ واحد حب يرسمها بطريقة ثانية خالص قال لك مش هشتغل انا هعمل دي ده كده الفيلير ده كده مين؟ لو اقول الايفنت ده هو الفيلير بتاع الترومبتين ده انا هنا كان ده مين؟ ده الاوبريشن بتاع الترومبتين صح؟ ده الاوبريشن بتاع مين؟ الترومبتين واحد قال لي انا عايز ارسم الفن دايجرام او الدايجرام ده بطريقه ثانيه هكتب دي ان ده هو ده الفيلير ده مين؟ الفيلير الايفنت اللي بره مين؟ اوبريشن دي الاوبريشن دي الاوبريشن ولا النص؟ صح؟ يعني ممكن احلها بطريقه دي ممكن احلها بطريقه ثانيه بس ارسم الدايجرام ده صح واحط عليه الارقام طيب نجرب نحلها كده ونحلها ثاني probability of fail و fail بتساوي 0.1 fail و fail بتساوي كام؟ 0.1 واحد هيحلها كده وده يسمى fail و fail 0.1 فيل اوبريت 0.2 فيل اوبريت تاني حاجه بيقول لك اوبريت وفيل 0.3 اوبريت واوبريت 0.4 هتأكد بقى ان انا محتاج ده مني واحد ولا لا؟ واحد هيرسمها ان ده فين واحد هيرسمها ده ايه؟ فين؟ احسب البروبابيلتي اوف اي بروبابيلتي اوف بي بروبابيلتي اوف اي تقاطع مين؟ ايه هي دي؟ ايه؟
الايه معناها ان الترومبا رقم ايه شغال؟ الترومبا رقم ايه شغال؟ هنا كام؟ لو ايه شغال في احتمال ان ايه بس تبقى شغال قول ثلاثة وقول أربعة تساوي كام؟ قول سبعة. واحد حلقة قول ثانية رسم على الفيلم. رسم على مين؟ على الفيلم. لما يجي يرسم على الاثنين دول ده احتمالات ان ايه تكون ايه؟ مش شغالة. طلعت كام؟ قول ثلاثة. طب احتمالات ان ايه تبقى شغالة هي ايه؟ واحد ناقص مين؟ قول ثلاثة. يعني مش لازم كلنا نرسم الفيلم الجراند ده بنفس الطريقة. خلاص؟ واحد حب يرسم ده شغال واحد حابب يرسم ده بايظ هتدي نفس النتيجه لازم تدي خلاص هنا انا برسم ده احتمالات ان هي تبقى شغاله كام؟ سبعة مش هنا انا برسم دي اول واحده هي دي اول رقم انا بسوي ايه؟ دي اوبريت دي اوبريت هو الاتجاه التاني اللي لقيته اوبريت كام؟ بوينت 9 لما انا اجي اعمل دي ايه دايما تلاقي ان دي تعمل ايه؟ فيلير ان الاي بايظ ان الاي بايظ كام في المية؟ 30% تبقى شغاله كام؟ 70 وصلت؟ رسمتها كده رسمتها كده الاثنين هيجيب نفس النتيجه. بروبابيلتي بي هي دي ان دي شغاله اللي هي الثانيه واحده اوبريت ودي اوبريت وانت اربعه ودي كام؟ وين ست؟ واحد يحسبها من هنا وانت واحد وبوينت ثلاثه كام؟ اربعه وين فور دول مين؟ ان البي مالها مش شغاله بس انا قبلت البي بيقول لي عايز ان هي تبقى ايه؟ شغاله مش شغاله بوينت 4 يبقى شغاله احتمالتها كام؟ بوينت 7 وصلت ولا لسه؟ نعم ايه؟ عملناها ازاي؟ طيب اللي جه من عندك من المساله خلاص بروبابيلتي فيل وفيل تساوي 4.5 وفيل واوبريت بوينت 2 اوبريت وفيل بوينت 3 واوبريت واوبريت كام؟ بوينت 4 خلاص؟ ماشي الحال؟ الاي بتاعتي ان الترومبا شغاله الايفنت ايه؟ ايفنت ايه اسمه الايه؟ الترومبا شغاله الايفنت ايه اسمه الترومبا شغاله والايفنت بي الترومبا 2 شغاله ايفنت سي اتليست 1 اوف ذا 2 بامبس اوبريتس ايه الفرق ما بين ات ليست وات موست؟ ات ليست وات موست على الاقل على الايه؟ على الاقل يبقى على الاقل كام حاجه؟ يا ايه شغاله يا بي شغاله يا الاثنين شغالين صح؟ يبقى انهي حته؟ حته اليو ات ليست هتدي مين؟ اليو تمام؟ طيب ات موست ايه؟ اتموس اتموس يعني ايه؟ بالكثير واحده شغاله عايزين نترجم بالكثير واحده شغاله يعني ايه؟ مع بعض يا الاثنين مش شغالين يا الاثنين ايه؟ مش شغالين يا واحده شغاله يا الثانيه هي اللي شغاله تبقى كام؟ لو قلت هنا عايز اتموس 1 اوبريتس وبنسيت ات موست وان اوبريت يعني ايه؟ يعني ما يبقوش الاثنين ما يبقوش ان الاثنين شغالين مع بعض يعني بالكثير واحده شغاله يعني استحاله الاثنين يبقوا شغالين مع بعض اي حاجه غير ان الاثنين شغالين مع بعض تبقى هي اللي فاتت يبقى هشيل مين؟ الاثنين شغالين مع بعض هي دي لا غلط خلاص اللي فاضل مين؟ بقيت السامبل سبيس كله تقاضى ده ضمنه كام؟ بوينت 4 يبقى ات موست 1 اوبريتس يبقى كل الايه؟ سبب خلاص؟ ات ليست 1 اوبريت ات ليست يعني ايه؟ على الاقل واحده شغاله يعني ممكن يعني واحده شغاله اثنين شغالين والثانيه دي مش شغاله هي دي هي الايه دي يبقى واحد ناقص الايه؟ وصل؟ مش ناقص دكتور؟ نعم ايه؟ طب ليه ما تبقاش ال او 1 خليك معايا ايه اللي بقى ايه هو فين السؤال قول لي الجواب هو بيقول لازم تبقى على الاقل تبقى واحده شغاله صح على الاقل واحده شغاله واحده شغاله كويس خلاص اخترت الحته دي اللي هي او بوينت 2
يعني على الاقل واحده شغاله، يعني واحده شغاله ينفع؟ اثنين شغالين ينفع؟ لا ينفع. على ينفع. يبقى واحده شغاله اور الثانيه شغاله صح؟ اديني كام؟ امسح عليه كلها اللي هي كل ثلاثه كل اربعه ومين؟ كل اثنين خلاص؟ ات ليست او ات موست، ات موست واحده شغاله يعني بكتير ايه؟ واحده شغاله بكتير واحده شغاله يعني ما ينفعش اثنين شغالين. ما ينفعش تبقى اكبر من واحده. يعني اي حاجه ما عدا الاثنين يبقوا ايه؟ اي حاجه اللي هي دي ما عدا الاثنين شغالين يبقى اكبر من الواحد مين؟ الاثنين. وصلت؟ طيب. The demand. Water supply system can be low, moderate, way, or يعني هو قال لك اللي جيب عندك هو كاتب بروجرامينج فين فين بوينت 1 فين وفين دي بوينت 1 يعني ايه؟ بوينت 1 صح؟ ودي معناها ايه؟ الاثنين شغالين اللي ايه بايظه ودي شغاله صح؟ انت عايز ترسمهم على الرسمه رسمتهم لك بطريقه ايه؟ ارسم الدايره اللي في النص دي دي شغاله ولا بايظه براحتك حليناها كده وحليناها كده الاثنين يدوا نفس النتيجه ايفنت ايه وده بي ايه معناها ان الفار ايه اوبريت ماشي وبي معناها ان الفار بي اوبريت دول الايفنتس صح معايا انا سميت ايه ان دي اوبريت والثانيه دي اوبريت صح يبقى كل ما هو وراه معناه ايه؟ بي ايه شغال؟ بي بي شغال اللي بره القصه دي كلها ايه؟ مين اللي مش شغال؟ واحده ولا اثنين؟ الاثنين مش شغالين، الهيلر وايه؟ دي بتاعت الايه ودي بتاعت الايه؟ صح؟ طب الحته دي اللي في النص ما بينهم معناها ايه؟ ايه؟ الاثنين شغالين دي الاوبريت ودي ايه؟ الاوبريت طب الناحيه الثانيه اللي بتوز ده معناها ايه؟ مين اللي شغال؟ ده دي 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 كده معناها ان ايه شغال؟ دي كده ان ايه؟ شغال الجزء ده بقى معناها ايه؟ معناها ان ايه شغاله ولا مش شغاله؟ الجزء ده مين اللي شغال؟ ايه مش شغال؟ ايه مش شغال عشان لو تفتكر والثاني ايه؟ بص نعم كبس ممكن انا النفر مش كويس ما عنديش كده وخلاص طيب التوتال probability التوتال probability دي حاجه زي الكونديشنال probability بس على كذا تيرم يعني ايه توتال probability او الكونديشنال probability قلنا ايه جيفن ان بي كونديشنال probability يعني probability مشروطه بايه؟ بحدوث ايفنت معين لما اقول لك probability of a given b خلاص معناها ايه؟ احتمال حدوث ايه؟ given ده ان البي ايه حصل يعني عشان كده اسمها كونديشنال ايه الكونديشن بتاع البروبابيلتي ان البي يكون ايه حصل طيب التوتال بروبابيلتي
لو جبت لك ده كده سامبل سبيس وقدرت واحد اثنين ثلاثه اربعه كده في شويه ايفنتس بتغطي السامبل سبيس. هل الايفنتس دي ميتوال اكسكلوسيف ولا لا؟ ميتوال اكسكلوسيف ما بيحصلوش مع بعض. كولكتيفلي اكسكلوسيف ولا لا؟ كولكتيفلي اكسكلوسيف يعني بيغطي السامبل سبيس كله. وتاني ايفنت ايه؟ لو قلت ده ايفنت ايه؟ ده ايفنت بي، ده ايفنت سي، ده ايفنت بي. والعرض هنا ده ايفنت ايه؟ ايفنت مين؟ اكس. ما هي البروبابيلتي اوف ايفنت اكس؟ ايه هي البروبابيلتي بتاعت ايفنت اكس؟ اكس ده بيتقاطع سنة مع الايه صح؟ بيتقاطع مع مين؟ مع البي. وبيتقاطع مع السي. وبيتقاطع مع البي صح؟ البروبابيلتي بتاعت الايفنت اكس ده عباره عن ايه؟ مجموع شويه التقاطعات صح؟ تمام؟ البروبابيلتي اوف ايه؟ تقاطع اكس زائد البروبابيلتي اوف بي تقاطع اكس زائد البروبابيلتي اوف سي تقاطع اكس زائد البروبابيلتي اوف بي تقاطع مين؟ اكس. دي بتساوي مين؟ البروبابيلتي اوف اكس صح ولا غلط؟ تمام؟ طيب نترجم. ايه هي البروبابيلتي اوف ايه تقاطع اكس؟ بتساوي البروبابيلتي اوف ايه اللي يفرق من اكس في البروبابيلتي اوف اكس. احنا غيرنا ده واحنا نسميه قانون الكلاسوال لوحدين. ايه تقاطع الاكس؟ مش هي بتساوي البروبابيلتي اوف ايه جيفن اكس في البروبابيلتي اوف اكس؟ صح؟ تمام. ده البروبابيلتي اوف بي جيفن اكس ايه؟ بص طيب في حاجه ثانيه ممكن نعملها؟ ممكن نبدا بطريقه ثانيه؟ انا عشان ما تخش قوانين ضربت دي ما عنديش اكس ما عنديش بي الاكس اجرب حاجه ثانيه جي زائد بروبابيلتي اوف اكس جبن ايه؟ البروبابيلتي اوف ايه ولا لا؟ ممكن اشقلبها. ايه اللي جبن عندي في المساله؟ ايه؟ جبن عندي في المسألة يبقى 11 قانون في الآخر ارسمها ضعف. أنا هنا في المسألة بديك الإيه جبن إكس ولا بديك الإكس جبن إيه؟ مين اللي بيقول؟ اللي على حسب ما أنت عندك في المسألة تحول القانون. أنا في الآخر أنا لو رسمتها وقلت دي بتساوي مجموع شوية التقاطعات دول أحلها بإيه القانون؟ وصلت؟ طيب خلينا نخش على إكزامبل هيوريك. بيقول لنا ده دماغ ووتر سبلاي سيستم يعني متطلبات الميه ووتر سبلاي سيستم لو وميديوم وهاي. كويس قلت لك ده دماغ ووتر سبلاي سيستم كان بي ايفنت دماغ ووتر سبلاي سيستم كان بي لو وميديوم وهاي. يبقى متقسمه ازاي؟ يعني حاجه عندي اهو ده سيستم ميه المتطلبات عندي لو وميديوم وهاي. ده استهلاك الميه لو وميديوم وهاي. البروبابيلتي بتاعت اللو 10 70 20 0.1 بروبابيلتي لو بروبابيلتي وميديوم بتساوي 0.7 ولو ما ادركش البروبابيلتي بتاعت الهاي اللي مش هديها لك هو واحد ناقص اثنين التانيين جميل. فيلير اوف ذا سيستم ايفنت اف في ايفنت اسمه ايه؟ اف ده عباره عن ايه؟ الفيلير بتاع السيستم. الفيلير بتاع مين؟ السيستم. كان اوكير ان سيرت بوم فيلير فروم اكسبيرينس هو اداني حاجه اسمها ايفنت اف ماشي ده حاجه اسمها ايه؟ مديني البروبابيلتي ان يحصل فيلير في حالة اللو والبروبابيلتي ان الفيلير يحصل في حالة الميديم والبروبابيلتي ان الفيلير
فيلير في حالة 2.05 فيلير في حالة الميديا 0.1 فيلير في حالة الميديا كام؟ 0.25 ايه البروبابيلتي بتاعت الفيلير؟ شيء احنا رسمناها؟ تخلص القوانين البروبابيلتي بتاعت الفيلير عبارة عن كام فيلير؟ عبارة عن التقاطع ده زائد التقاطع ده زائد التقاطع ده تمام؟ التقاطع الأولاني اللي هو الإيه؟ أنا إيه اللي كبر عندي؟ الفيلير كبر مين؟ لو البروبابيلتي بتاع إيه؟ البروبابيلتي بتاع التقاطع لو البروبابيلتي بتاع البروبابيلتي بتاع ايه؟ البروبابيلتي بتاع ايه؟ ال مش هو الفيلير تقاطع اللو بيساوي جيم اللو بيساوي التقاطع بتاعه على البروبابيلتي بتاع مين؟ اللو زائد ايه؟ تقاطع اللو بيساوي البروبابيلتي بتاع اللو زائد البروبابيلتي بتاع التقاطع ميديم فلو مضرب البروبابيلتي بتاع الميديم في مضروبة البروبابيلتي بتاعت جيت في الاول المساله ما قلتلكش احسب لي البروبابيلتي فين البروبابيلتي فين عشان 0.1 بلس 0.17 بلس 0.2 عشان اجيب البروبابيلتي فين ما سالتكش في الاول ايه البروبابيلتي فين طلبت منك ده اللي جه من عندك في المساله ايه البروبابيلتي ان الفلو يكون ميديوم جيفن ان الفيلير ايه؟ اصلا ايه البروبابيلتي؟ يكون ميديوم فلو جيفن ان الفيلير هو اللي ايه؟ اللي حصل هنا مين اللي يعني ايه الكونديشن البروبابيلتي؟ مين اللي حصل هنا؟ مره لو ومره ميديوم ومره بروبابيلتي اوف ميديوم جيفن ان الفيلير حصل بتساوي ايه؟ اكتبها ايه اللي عندي؟ يبقى انا لو سالت كده في الاول هتروح ادي القانون بتاع دي خلاص يبقى لازم احسب مين البروبابيلتي بتاعت الفيلير الاول صح مش هطلب منك تحسب البروبابيلتي الفيلير بس عشان تحل دي لازم تحسب مين البروبابيلتي الفيلير بتساوي مين مجموع الثلاث تقاطعات اللي هي دي طيب probability of medium even التقاطع بتاعها بس انا هجيبها منين؟ ايه؟ probability انا دي الفيلير given ان هو medium true بتساوي كام؟ 0.1 دي بتساوي ايه؟ التقاطع بتاعها معانا ده probability of failure التقاطع medium على probability medium تفرق فيلير تقاطع الميديم او الميديم تقاطع الفيلير ما يفرقوش حاجه وصلت يبقى هنا اجيب الرقم ده ان انا اجمع دول اجيب مين الرقم ده احسب بتاعه في مشاكل كده دكتور يبقى احنا كل اللي قلناه النهارده حاجتين خلي الاساسيين تخلي بالك منهم بقول لك اند ولا اور قبل ما تحل المساله حاول ترسم الفن دايجرام هتلاقي المساله هتتحل معاك لوحدها ما تحفظش قوانين كتير ولا دايركت ريليشن ولا الكلام ده خلاص انت اشتغل الكونديشنال بروبابيلتي والتقاطعات وخلي بالك هكتب لك الايفنتس دول يوتوالي اكسكلوسيف ولا كولكتيفلي اكسكلوسيف ولا ما جبتلكش شيء عشان تعرف ما تحلش مسائل وبيبان بيبان الخصائص بتاعت البارامترز اللي هي زي اللو والميديوم والهاي اللو والميديوم والهاي فيلير ومش فيلير والاوبريت خلاص دول ايفنتس لا يمكن يحصلوا مع بعض وبيغطوا من سامبل سبيس كله وصلت حد عنده اسئله؟